احنا تحدثنا فيها. الآن الآية الثانية، إذا انتهى بهذا الشكل لباسها شرعي، لكن ممكن تكون لابس مغطية كل هذا الكلام، ولكن بحاجة تتستر أكثر، خصوصا شو لابسة، يعني لابس لباس خشن ولا ناعم مثلا، في منه بلبس الجسد مثلا. طيب قبل هيك خلينا إذن الآن نذهب إلى سورة الأحزاب ونقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، أو قبلها، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسبق قلنا أن الصلاة هي الثناء الجميل، وفي فرق بين ما تثني أنت وبين ما يثني الله. إذا أثنى الله ثناء إيش يقع؟ إذا أثنى الله ثناؤه يقع، بس إذا أثنيت أنت ممكن كلام بشيك. فإذا إيش هو الصلاة؟ هي الثناء الجميل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالله إذا أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم معناته يقع. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجاء في الحديث الصحيح القدسي يقول الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى عليك صليت عليه، معناته من أثنى عليك بالثناء الجميل أثنيت عليه. وقلنا إذا أثنى الله يقع، تمام؟ من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. طيب هذه مجرد احنا مقدمات، الان لما نصل الآية يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان الذين يؤذون الله ورسوله، اذا فيه بيؤذوا الله ورسوله، مش في عصر الرسول فقط، وفي كل العصور. واليوم شو رايكم خصوصا لما اهل الفجور انزنكوا هيك وشعروا انه كل الماضي قرون من محاولة صرف هذه الأمة عن عقيدتها، بعدين بترجع لدينها. طب والفراخ اللي فرخهم الغرب في بلادنا شو يعملوا هذول ما بيظللهم بعدين؟ لذلك بتلاحظوهم ايش كشفوا عن وجوههم، واذا بها في غاية القبح، وكل الشعارات اثريته كلام. الله فضحهم طبعا، ولا شو يعملوا هذول؟ ولا هو عبد الله بن ابي بن سلول، هو كان معادي الرسول ليش؟ عبد الله بن ابي بن سلول معادي الرسول ليش؟ صلى الله عليه وسلم، لانه قبل ما يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم كان اهل المدينه قد اتفقوا على ان يجعلوا منه ملك، وبدوا يصنعوا له ايش؟ التاج. تصور بعدين ياتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويصير هو واحد من هالناس بعد ما كان بده يكون ملك. وهذول اللي راتعين في اموال الامه وبتحكموا في رقابها بالقوه، وفرضين نفسهم بتعاونهم مع دول خارجيه وغيرها على الامه، الانظمه اقصد بشكل عام، ما برأتش طبعا ولا نظام، ها كلهم هذول الناس اللي بيخونوا الامه، ومن يتبعهم من اعلاميين ومن هذول، وين يروحوا الان لما بيشوف الامه كلها مقبله وبترجع الى الله؟ وين يروحوا؟ كشروا عن انيابهم وقالوا لك لا مبادئ ولا قيم ولا شيء بنعترف فيه. ايه ابليس هلكت، هذا ابليس هلكت، صار منهم وراء. اذا طول عمره فيه: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. دير بكم في الدنيا والآخرة، مطرودين من الرحمة في الدنيا والآخرة، ولذلك مش ممكن يؤمنوا في منهم، ممنوع خلاص، لعن. لذلك بتلاحظوهم هذا ما يمكن انه يتفاعل اطلاقا مع اي موعظة، من اول ما بتشوفه بتحكي قدامه بتدرك تماما انه هذا صخرة صلبة لا يمكن ان تنبت ولا فيها خير. بتشوفه من هالوجوه ولا بتشوفوش؟ ليش سلفوا، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا،
والمؤمنات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. إذن هون بدنا ننتبه انه هو القضية قضية ما تنسوش انها سورة الاحزاب, هاي سورة الاحزاب, تمام. إذن في إيذاء للمؤمنين والمؤمنات, كيف بتم هذا؟ كيف بتم هذا؟ لاحظوا من صوره, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا, يعني بلفقوا عليهم تلفيق. قديش اليوم في تلفيق؟ قديش اليوم في تلفيق وكذب ويكذب 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 ويكذب, وبهمهمش طبعا. انت مش بامكانك تكذب لانك انت مسلم, لكن هم ايش اللي بده يمنعهم؟ بالله ايش اللي بده يمنع؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا, مش بيؤذوه, يعني مش والله في إلها اساس الموضوع, مش انك بتأذيه, والله ناس اغتابت واحد لانه قام بعمل مثلا وقدام الناس قام فيه, هي اذوه ولكن بما اكتسب, بغض النظر يعني يجوز ولا ما يجوزش. الان ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا, لحظه, فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا, مش هيك؟ بهتان. ما هو البهتان ايش هو على فكره؟ البهتان ايش هو؟ الـ 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 الافتراء والكذب الكبير الى درجه لما بتسمعه تبهت, تبهت, يعني ايش هذا؟ واليوم بتشوفوا منه ولا بتشوفوش البهتان هذا؟ ها؟ فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. اذا هذا التمهيد ليش؟ هو على فكره سورة الاحزاب ما ورد فيها من الفاظ تتعلق بالاذى, يعني الاذى, الالفاظ الاذى تقريبا 7. طب في القران كله قديش؟ 24. شوف 7 من 24 تقريبا الثلث, تقريبا الثلث. طب مع انه سورة الاحزاب يعني كم صفحة هي؟ شو نسبتها للمصحف كله؟ الفاظ الاذى فيها, اذا اذى لفظة اذى 7 من 24 في القرآن كله. هل كنت نعرف ايش بتكلم بهذا؟ ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات, مش المؤمنات بس, بغير ما اكتسبوا, معناته في تلفيق, في تلفيق من هون ومن هون وكذب من هون وكذب من هون. هذه اذا مسألة معتادة في الحرب اللي بتتم بين الايمان والكفر, معتاد. ايش اللي جمع, يعني ايش اللي جمع العرب وما عمرهم اجتمعوا وحاصروا المدينة بـ10,000؟ من وين انتوا بتجتمعوا لما حصروا في المدينة في الخندق 10,000 بيحصروا, وانت العرب جمعوا واجتمعوا؟ بس بيجتمعوا في مواجهة الحق بيجتمعوا, ولكن في النهاية المعركة ايش؟ محسومة. فانتم ما تظنوش انه يعني هذا كان في القديم وبس, دايما دايما دايما.